صباح الخير، اهلا بيكم وفيديو جديد في سلسلتنا عيشها صح. موضوعنا النهارده بعنوان Don't be miserable in advance، يعني ما تبقاش تعيس او ما تتعسش نفسك او ما تضايقش نفسك يعني مقدما. الموضوع انت عايزين نتكلم على ازاي ان احنا في اوقات كتير جدا في حياتنا بنضايق نفسنا قبل الحاجه ما تحصل، بنقلق نفسنا، بنتعس نفسنا، بنعيش في حالة سيئة جدا قبل الحاجة ما تحصل. وحتى في عندنا مثل يعني على الحكاية دي اللي هو إيه، وقوع البلاء ولا انتظاره. يعني أنا أفضل إن البلاء أو الحاجة الوحشة أو البلوى تحصل ولا إنيش أفضل قاعد مستنيها. طب ما هو ده سببه إيه؟ سببه إن إحنا قد إيه انتظار الحاجة بقى حالة سيئة جدا، بقى حالة وحشة جدا. ومش معنى ان في عنها مثل ان هي دي خلاص يعني قانون الحياة ولازم نعيشه كده، لا، هو المثل ده طلع علشان دي طبيعة اغلب الناس عايشة كده وبقى في مثل عن الموضوع ده. لكن هو الحياة مش لازم تبقى كده. انت اللي محتاجين نحطه في بالنا نفس اللي اتكلمنا عليه في فيديوهاتنا اللي قبل كده اللي عايز يرجع لها، فكرة البرسبشن او المنظور، ان هو المستقبل لسه ما حصلش. ده يعني مش بس ان هو في علم الغيب هيحصل او مش هيحصل، احنا بنعيش جوه دماغنا كانه حاجه حاصله دلوقتي. ده كل اللي احنا عاملينه في نفسنا، الحاجه نفسها، المستقبل نفسه لسه ما حصلش، في علم الغيب ما وقعش. وعايز اقول لك يعني الحاجه الوحشه دي اللي انت قاعد مستنيها تحصل او متوقع انها تحصل او قلقان منها، لا، بتقلق عليها وبتضايق نفسك عليها وبتبقى مقدر نفسك عليها، ولما بتحصل التقدير ما بتقلش. يعني مش معنى ان انت كنت قاعد منتظرها وقاعد مفكر فيها ان هي لما بتحصل بقى بتبقى انت كده خلاص تمام وكنت متوقع الموضوع وكنت مستعد ليه نفسيا، بتاخد نفس القرف وناخد نفس الزعل زي ما هو. يبقى انت كل اللي عملته انك زعلت لما الحاجه حصلت واتضايقت وزعلت وانت متضايق ومتقدر قبل الحاجه نفسها ما تحصل. طب ناس كتير هيجي على بالها انه ما هو انا عشان حصل لي الكلام ده زمان فاتقرصت منه زمان. ماشي، اتقرصت منه زمان، بتفكر في اللي جاي، ده محتاج تفكير وتخطيط. هل في حاجة ممكن تعملها وتحضرها عشان الموضوع ده ما يحصلش او ما يتكررش او ما يحصلش بالشكل اللي انت ممكن تكون قلقان منه انه يحصل او متوقع انه هيحصل؟ ده جزء ملوش علاقة بالقلق والقرف والضيق والتكدير. احنا اللي لخبطنا الحاجتين في بعض وبقى كأن انا ما هو انا لو ما اتضايقتش مش هخطط، ما هو انا لو ما قلقتش مش هدبر وهحضر نفسي. لا، هو مش معنى ان انت مثلا عندك امتحان ومحتاج تذاكر للامتحان ان انت لو مش قلقان مش هتذاكر. هي ده الخلط اللي بس عايزكم وعايزنا ناخد بالنا منه. احنا خلطنا ان دايما ما بنفكرش لما نبقى متضايقين، وبنخططش لما نبقى قلقانين، وبنحضرش نفسنا كويس الا لما نبقى قاعدين مش على بعضنا من الحاجة اللي هتحصل. لا خالص، على فكرة يا ما حضرته ويا ما خططته ويا ما دبرته لحاجات من غير الشعور ده، الحاجات اللي كانت بيبقى منظورنا ناحيتها انها حاجة كويسة. ما احنا ياما في ناس بتذاكر مش بقى لما مثلا زي اللي كان في ثانوية عامة ولا اللي في الجامعة، لما كنت بتبقى عندك مادة معتبرها انها مادة سهلة، انت كنت بتذاكر وبتحضر وتخش تقفلها برضو وعادي، ما كنتش بتبقى متضايق. كل الناس مثلا بتدور على شغل وبتعمل انترفيوهات، لما بيبقى الانترفيو انت قررت ان انت نفسك قوي في الشغلانة دي في الشركة دي، ولو راحت منك تبقى مصيبة، تعمل ايه؟ بتخش وانت قلقان ومتضايق، بتحضر بس بتبقى قلقان ومتضايق. طب لما كنت بتبقى مقدم على شركة عادي ما فيش مشكلة، او حد هو اللي عمل لك هيد هانتنج وهم اللي اختاروك ونقوك وانت كده كده في شركتك اعصابك مرتاحة قاعد متسلطن ما فيش مشكلة، وجات شركة قالت لك نفسنا انك تيجي تشتغل معانا، بتبقى ايه؟ بتبقى داخل وانت اعصابك مرتاحة وانت برنس وانت تمام وانت هادي، كنت بتحضر برضو مش ما بتحضرش. الرحلات والسفر والاجازات، ما هي ياما الناس بتحضر خطط سفرها وخطط للاجازات وهنعمل ايه وهنتفسح فين والكلام ده كله، وبتبقى خطط وتخطيط من غير القلق. فاللي عايزين نقوله هو ايه، التحضير والتخطيط للمستقبل ملوش علاقه بانك تبقى قاعد قرفان ومتقدر. توقع البلا بتاع وقوع البلا ولا انتظاره ده مجرد منظور، هي الحاجه ما حصلتش، ايه فايده ان انا قاعد متضايق عليها؟ مفيش. فانت كنت تقول لي طب اعمل ايه؟ ما
ما هو اعمل ايه، ده اللي احنا قعدنا بقالنا كذا فيديو بنقوله، هنفضل نقوله، كلها حاجات ليها علاقه. عشان كده قلنا ان هي حاجات ليها علاقه بتظبيط العقل وتظبيط القلب وتظبيط الافعال. ظبط عقلك، ظبط منظورك تجاهها، اقعد مع نفسك قعده بسيطه، مش لازم تقاوم انك متضايق، على اقل تقدير اقعد بص كده وبص على نفسك وانت متضايق، وكلم نفسك، كلم حد امين، حد تستأمنه وتقدر تتصارح معاه، وانه انا دلوقتي حاسس ان انا الموضوع ده مقدرني ومضايقني وقلقني، وانا فاهم انه ده مجرد اوهام في دماغي، ممكن نتكلم فيها، ممكن نتناقش فيها، ممكن تكتبها مع نفسك في اي نوتة تقعد تتكلم مع نفسك فيها. غير منظورك بانك تخرج كل المنظور الغلط ده لبره. انا عارف اني المفروض ما بقاش متضايق، وانا متضايق، مش هنكر على نفسي اني متضايق او متقدر او قلقان، بس ليه متضايق وقلقان؟ هل قلقي ده هيفرق في حاجه؟ هل هيوصلني لحاجه؟ لا، مش هيوصلني لحاجه. التخطيط والافعال ده شق تاني خالص. فعشان ما اطولش عليكم، ده كان موضوعنا النهارده، ان احنا ما نتعسش نفسنا، ما نضايقش نفسنا على المستقبل قبل ما يحصل. والتحضير للمستقبل ليس بالضروره يساوي ان احنا التخطيط ليه. طب ممكن تخطط للمستقبل وتحضر له من غير ما تبقى قاعد متقدر ومتضايق، ونحاول بقى نستغنى عن المثل بتاع وقوع البلا ولا انتظاره ده، ونبقى انتظار البلا زي وقوعه زي عدمه، كل واحد ما دام الحاجه ما حصلتش احنا ملناش غير اللي ايه اللي احنا فيه دلوقتي، والتحضير للمستقبل دلوقتي برضو من غير ما نبقى مضايقين نفسنا. شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد من عيشها صح. مع السلامه.